السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تالت فيديو معانا في كورس لاب فيو، احنا كنا خدنا في الفيديو اللي فات احنا هنبدأ الفيرتشوال انسترومنت بتاعنا، وخدنا ازاي نشغل البرنامج، وتعرفنا على الجيت ستارتد ويندو وعلى الويلكم ويندو. في الفيديو ده هنتعرف ازاي ان احنا نفتح نيو في اي من التمبلت اللي موجودة في البرنامج عندنا. الاول عايزين نقول ان اللاب فيو بيزودنا بتمبلت بيلت ان تمبلت فيرتشوال انسترومنت، ودي بتشمل كل حاجة في الفي اي اللي احنا عايزينها، زي السب في ايز والفانكشنز والاستراكشرز اللي بتعمل كنترول على الفرونت بانل والفرونت بانل اوبجكت. وده كل اللي انت محتاجه عشان تبني في اي، والتمبلت دي بتستخدمها عشان تبني يعني الكومون ميجرمنت ابلكيشن، يعني تطبيقات في القياس، تطبيقات شائعة او مشهورة كخطوة اولى في تعلم البرنامج، لكن هي مش هتساعدك تبني حاجة يعني حاجة سبيشال ابلكيشن اوي، لا هي هتبقى كلها حاجات كومون. دلوقتي هنبدأ مع بعض الخطوات، اللي هو ازاي هنعمل ال VI بتاعنا. واحنا هنعمل VI بيجنريت سيجنال وبيعرض السيجنال دي في الفرونت بانل ويندو بتاعتنا. اول حاجة نفتح البرنامج، البرنامج اهو بيحمل معانا. تمام، هنا الويلكم ويندو اللي اتكلمنا عليها الفيديو اللي فات، ودي الجيت ستارت ويندو بتاعتنا. من فايل هنختار نيو، ظهر لنا النيو دايلوج بوكس من قائمة كريت نيو، دي الليست دي اللي هي كريت نيو ليست بتاعتنا. بس عشان عندنا ليست هنا اسمها كريت نيو، وفي ليست هنا اسمها ديسكريبشن، هنعرف هي بتاعتي دلوقتي. من كريت نيو هنختار في اي، من في اي هنختار فروم تمبلت، من فروم تمبلت هنختار تيوتوريال جيتن ستارتد اللي هي هنا، من التوتوريال هنختار generate and display، generate and display. تمام، التمبلت دي بتجنريت سيجنال وبتعرض لي السيجنال دي في الفرونت بانل. هنلاقي عندنا على اليمين سيكشن اسمه description section، السيكشن ده بتاع الوصف. نقدر من السيكشن ده نعمل معاينة للتمبلت بتاعنا، تمبلت في اي، وهنلاقي برضو وصف مختصر للتمبلت في اي. يعني هنا هنلاقيه بيقول لنا ان التمبلت ده بيجنريت سيجنال في نفس الوقت بيديسبلاي الجنريت داتا او جنريت سيجنال في جراف في الفرونت بانل. تمام، بعد كده في حاجتين، يا اما نضغط على اوكي او نضغط دبل كليك على الجنريت اند ديسبلاي عشان يفتح لنا التمبلت في اي. هنضغط اوكي. هنلاقي دلوقتي اللاب فيو عندي بيعرض اتنين ويندو. تمام، في ويندو اللي هي فرونت بانل ويندو، وفي البلوك دايجرام ويندو. الفرونت بانل دي تعتبر هي اليوزر انترفيس بتاعنا او واجهة المستخدم، وهي هنلاقيها بتظهر لنا بخلفية جراي. تمام، وبتشتمل على ايه؟ بتشتمل على الكنترولز والانديكيتورز بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليهم في الفيديو اللي فات. في نفس الوقت هنلاقي ان التايتل بار او شريط العنوان في الفرونت بانل
بيشير لي ان الويندو دي هي الفرونت بانل بتاعت الجنريت اند ديسبلاي في اي بتاعه. تمام. فينا ملاحظة ان احنا لو فرضا الفرونت بانل دي مش ظاهرة، احنا كده طفينا، نفتح تاني. لو فرضا ان الفرونت بانل دي مش ظاهرة، فاحنا نقدر نظهرها من ويندو، قائمة ويندو شو فرونت بانل. تمام. والعكس لو البلوك دياجرام مش ظاهر عندنا، انا اقدر اظهره من شو، من قائمة ويندو شو بلوك دياجرام. تمام. بعد كده يعني احنا لو عشان ننتقل من الفرونت بانل للبلوك دياجرام، يا اما بدوس على الويندو اللي انا عايز انتقل ليها، او بدوس كنترول اي. يعني انا هنا بدوس كنترول اي بينقلني من الفرونت بانل للبلوك دياجرام، واما ادوس تاني بينقلني من البلوك دياجرام للفرونت بانل. الشورت كات كنترول اي ده خاص بال طبعا بالاوبريتنج سيستم اللي هو ويندوز، لكن بالنسبة للناس اللي بتستخدم ماك اوبريتنج سيستم اكس، الكنترول زرار الكنترول هيتبدل بزرار الكوماند، بالنسبة لللينكس هيتبدل بزرار الت. تمام. الوقت عايزين بقى نبص على البلوك دياجرام. كده بصينا على الفرونت بانل، هنلاقي ان البلوك دياجرام عندنا بيظهر بخلفية بيضاء، والبلوك دياجرام ده بيشتمل على ال في ايز بتاعتنا. تمام. وبيشتمل برضو على الاستراكشرز اللي بتعمل لي كنترول على الفرونت بانل اوبجكت. في نفس الوقت زي الفرونت بانل هنلاقي ان في التايتل بار هنا بيبين ان الويندو اللي فاتحه دي البلوك دياجرام بتاع جنريت اند ديسبلاي فيرتشوال انسترومنت. هنرجع تاني بقى للفرونت بانل، وفي شريط الأدوات أو التول بار هنلاقي السهم ده اللي هو ران، هندوس عليه عشان نعمل ران للفيرشوال انسترومنت بتاعتنا، أو ممكن ندوس الشورت كات اللي هو كنترول ار. تمام. دوسنا كده هنلاقي إن هنا في الجراف ظهر لنا ساين ويف. تمام. ده لأن احنا عملنا ران للفيرشوال انسترومنت بتاعنا. دلوقتي هنوقف الفيرشوال انسترومنت بتاعنا عن طريق الضغط على زرار ستوب، وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنعرف ايه فايده زرار ستوب ده، وايه الفرق ان اوقف من ستوب هنا او ان اوقف من ستوب اللي في التول بار. هندوس ستوب، هنا الفيرشوال انسترومنت بتاعنا واقف. كده هنكتفي بالقدر ده في الفيديو ده، واستنونا في الفيديو الجاي اللي ان شاء الله هنبدأ فيه ان احنا هنضيف كنترول في الفرونت بانل بتاعتنا. ولو عايزين ده نرجع للريفرنس اللي احنا شغالين منها او الكونتاكت بتاعتنا، هتلاقوا كل ده موجود في اللونج ديسكريبشن بتاع الفيديو. شكرا لمتابعتكم، واستنونا في الفيديو الجاي اللي هنضيف فيه كنترول في الفرونت بانل.